من بين الاخطاء اللي كيديروا بزاف ديال الطلبه باش كيبغيو يبداو يوجدوا المواد ديالهم، وكتلقاه كيبدا كيوجد وشويه كيحبس او كيبقى كيتسنى اليوم غدا اليوم غدا وما كيبداش كاع. ولا ملي تيبدا كتجي ديك الماده في شكال او طويله وتيقول اوه انا غادي نقرا ونفهم هادشي كامل بزاف، واصلا انا هادشي ما حاملوش، وما كتكون عندك لا موتيفاسيون لا انضباط لا استمراريه، وبالتالي ما كاين لا بريباراسيون لا والو. ما تخافش، انا اليوم غادي نعطيك الطريقه باش تخدم، ولي عليك انت طبق هادشي اللي غادي نقول لك وغادي توجد المواد ديالك كاملين مزيان ان شاء الله. سي بارتي. ملي تيكون عندك هدف في الحياه وخدام باش توصل ليه، تيكون عندك احتمال كبير انك ما غاديش توقف وغادي تستمر حتى توصل ليه. نفس الشيء اي ماده واي درس الا حطيت اليوم اهداف غادي تبقى تحس بواحد المتعه وانت كتوجدها، وفي كل مره كتعلم شي حاجه كتقول فوالا انا عرفت هذه وهذه وباقي ليا هذه وهذه، وكتولي دير واحد التقييم لراسك وكتعرف شحال باقي لك في هذه الماده وشحال باقي لك في هذه الماده، وتيكون عندك واحد التشويق وقتاش تكمل داكشي الاخر اللي باقي لك باش تكملها وتفاليديها ان شاء الله. واحسن طريقه قبل ما تبدا في كل ماده هي تشوف امتحانات القدام ديال العام اللي فات والعام اللي قبل، وحتى التمارين اللي كاين في لي تي دي ديال العام اللي فات والسنوات اللي قبل. دونك شنو غادي دير؟ نقرا غير الاسئله اللي كيطلبوا ونجمع واحد 20 او 30 سؤال في كل ماده. بيان سي غادي تلقى بزاف الاسئله اللي كيتعاودوا، غادي يجيك داكشي في الاول صعيب سي نورمال، ولكن غادي تما غادي وكتنقص وكتحيد في ديك الصعوبيه حتى يولي عندك كل شيء سهل ان شاء الله. وقتاش؟ ملي غادي تكون كتبع مع الاستاذ ديالك في الحصه، وحتى ملي غادي تكون كتقرا الكور بوحديتك. وشنو اللي زوين بزاف هاد الطريقه هو انك كتولي عارف شنو غتاخد من الدرس اللي غتقرا، وما كتبقاش تضيع الوقت وكتولي تركز على داكشي المهم حيت عارف الاسئله اللي كتحط في الامتحانات، ماشي غير كتقرا وكتوجد وما عارفش راسك فين غادي وشحال باقي لك وشنو اللي مهم وشنو اللي ماشي مهم. اذا كتخلق مشاكل في الاول اللي هما هذوك الاسئله اللي جمعتي، وكتبدا تقرا وتوجد وكتحل في دوك المشاكل، وفين ما كتولي تعرف تجاوب على شي سؤال من هذوك اللي جمعتي كتحس بواحد المتعه وباللي راك درتي شي حاجه، وكتعطي واحد الريكومبونس للنفس ديالك. فريمون داكشي اللي كتقرا وكتوجد غادي تعرف تطبقو نهار الامتحان وتجاوب مزيان. جو فو سويت اون بون بريباراسيون ان بون ديماراج اي ان غران كوراج. اسي يو نيكست تايم.